عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة 32 اجتماعا خلال الدور الثاني، ورفعت 88 تقريرا لهيئة مكتب المجلس لمناقشتها في جلسات مجلس النواب. كما نظرت اللجنة في 106 موضوعات أحيلت إليها، حيث أنجزت 89 موضوعا منها، بينما هناك 17 موضوعا قيد الدراسة. للمزيد عن عمل لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة النائب حمد الكوهجي، رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة. سعادة النائب، بعد التحية، لو تحدثنا عن أهم الموضوعات التي أنجزتها اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس. شكرا على إتاحة الفرصة لي لعرض إنجازات عمل اللجنة. طبعا الموضوعات اللي انهتها اللجنه هي 14 مشروع بقانون، 7 قرارات لمجلس الشورى، 6 اقتراحات بقانون، 62 اقتراح رغبه تقريبا. موضوعات قيد الدراسه حاليا في عمل اللجنه هي مشروع 1 بقانون، 7 اقتراحات بقانون، ولا زالت الاقتراحات من الساده النواب تقدم اللي هي الاقتراحات برغبه او اقتراحات مشروع بقانون. عمل اللجنه مقارنه بالدور السابق طبعا توافق جميع اعضاء اللجنه ومجهودهم حقق انجاز كبير وملحوظ بنسبه 84% عن الدور السابق، يشكرون ومجهود عمل جماعي يعطيهم الف عافيه. كان من اهم المشاريع اللي درجت على لجنه المرافق هو مشروع القانون البحري من 398 ماده من 40 سنه، هذه القانون ما تعدل، تم تعديله حتى ضوابط وقوانين لربان السفينه، موافقه السفينه، العبور البريء، عقوبات على السفن التي تحمل نفايات نوويه، المسح البحري يكون بموافقه قوة الدفاع البحرين. كانت هناك اجتماعات كبيره بخصوص هذا القانون، ولله الحمد تم التصويت عليه في دور الانعقاد الحالي وحيل لمجلس الشورى. وايضا من اهم المشاريع إضافة للقانون البحري هو مشروع قانون البيئة المحال من الحكومة ب 120 مادة. طبعا حط يعني مواد كثيرة انضفنا له، وكان من أهمها الإعدام والمؤبد والغرامة مليون دينار لمن يجلب نفايات نووية، إلزام المشروعات بعمل شبكات ووحدات للرصد الهوائي، إنشاء صندوق وطني لحماية البيئة وباب خاص لمواجهة الكوارث. هذه أيضا أنجزتها اللجنة خلال هذه الدور، بإضافة للقانون البحري ب 120 مادة وحيل لهيئة المكتب، وحاليا جاهز راح يعرض للدور القادم بإذن الله. وأيضا من أهم المشاريع المشروع بقانون اللي هو تعديل المادة رقم 3 من المرسوم بقانون سنة 10 لسنة رقم 10 لسنة 76 بشأن الإسكان. هو تعديل المادة رقم 3 بحيث يتمكن المواطن المستفيد من الوحدة السكنية التصرف بملكه بأي تصرف ناقل للملكية بشرط موافقة الإسكان. يعني قبل كان أغلب المواطنين يتفضل أن يسدد قيمة الوحدة السكنية ويرتئي أنه هو يبيعها أو بموافقة الزوجة وموافقة وزارة الإسكان. أيضا عملت اللجنة على تعديل هذه المادة وتوافقوا عليه، وحاليا يعني تم تطبيقه وجاري العمليه. نعم سعادة النائب حمد الكوهجي، الجهود مقدرة ومشكورة للجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب. النائب حمد الكوهجي، كنت ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات.